كابتن رحاب. نتكلم قبل مداخلة كابتن أحمد على طقوس الجمهور الزملكاوي. حتة إنك تتوج بالكونفدرالية في موسم كان صعب، موسم كان فيه تحديات كتير جدا لمجلس إدارة نادي الزمالك، تحديات قبلها إنك بقالك بعيد عن البطولات بقالك أكتر من سنة، سنتين من آخر كأس مصر حصلت عليه. بيفرق مع نادي الزمالك في اللي جاي؟ تبقى بداية طوبة في طبعًا البناء؟ هو طبعا كانت بطولة كانت مهمة السنة الجاية، السنة اللي فاتت، وطبعا كانت يعني كانت حجر أساس المفروض نبني عليه إن شاء الله بإذن الله. أنا كنت شخصيا أتمنى إن احنا نكون كمان نخش في الكاس يعني، وكان يبقى لينا حظوظ كويسة يعني. دي رؤية طبعا المجلس والمدير الفني يعني، لكن انا كنت شايف ان هي كانت بطوله سهله، كنا ممكن ان احنا يعني نحارب عليها بسهوله، وان احنا تبقى تضاف لبطولاتنا، واحنا كنا محتاجين برضو بطوله زي دي تفرق معانا. لكن يعني ان شاء الله باذن الله بعد التدعيمات اللي انا شايفها الجيده، ويمكن المره دي كمان احسن من المره بتاعت السنه اللي فاتت يعني، في اختيارات دقيقه وفي اماكن احنا محتاجينها، وبننقي بعنايه، ويمكن برضو دي حاجه جيده جدا يعني. شايف ان شاء الله باذن الله ان احنا حظوظنا تبقى جيده السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. ازاي نبدا البطوله بقى؟ انت بطل النسخه الاخيره، حامل لقب البطولة، تخش ازاي على المعترك الافريقي من باب الكونفدرالية؟ عايز تحافظ على البطولة دي، ودي قدامنا صور من سفر البعثة وتحرك بعثة نادي الزمالك الى كينيا. اتفضل كابتن. طبعا يعني كل ما خدنا الامور بجدية من الاول كل ما كانت الامور سهلة علينا. يعني احنا نادي الزمالك اسم كبير، لعيبة كبيرة، في تدعيمات جيدة، حتى اللعيبة اللي موجودة، حتى التدعيمات لما كلها ما دخلتش يعني، اللعيبة اللي موجودة دلوقتي حاليا أسامي ناس مش قليلة يعني، بالإضافة كمان لأن إتاحة مشاركة ناصر ماهر ناصر طبعا وعبد الله السعيد طبعا أكيد. فأنت لازم تبقى عارف إن أنت رايح بتمثل نادي الزمالك، وجاء اسم نادي الزمالك اسم كبير في القارة الأفريقية، وجمهور نادي الزمالك وراك، فلازم تاخد الأمور من أول دقيقة بجدية. وكل ما خدت الامور بجديه بقت الامور سهله. موضوع بسيط جدا يعني. المطب اللي وقعنا فيه في السنه اللي فاتت، مع اننا كنا بطل النسخه، ولكن ارتا سولار ده وقع الدنيا كلها في بدايه المشوار كده. لان احنا ما خدناش الموضوع بجديه. هي مشكلتنا وقفتنا والقفه بتاعتنا طول عمرنا هي المشكله دي، انك انت دايما ما بتاخدش الموضوع بجديه. لازم الناس تعد نفسيا قبل بدنيا. دي مهمة جدا جدا جدا، ودي اتعلمناها طول عمرنا في اللعيب المصري. الإعداد النفسي للعيب المصري مهم جدا جدا، أهم حتى من أي حاجة تانية. فكل ما عيشته في أجواء المباراة وأجواء البطولة وحسسته وكلمته وكلمت كتير كتير يعني، الكابتن أبو رجيه ربنا يديله الصحة يقول لك الكورة في مصر كلام أكتر من الفعل. يعني كلام مع اللعيبة، طول ما أنت قاعد بتتكلم معاهم، طول ما أنت قاعد بتحكي لهم. حضرت معاه فترات طويله جدا حتى بره مصر. يعني احنا مشينا من هنا من سنه 84، الكابتن راح مسك الوحده السعودي في نادي كان بيصارع على الهبوط في السعوديه، وهو وصل بيه ان هو بقى ثالث الدوري في سنتها دي. كان بيجيب لهم الماتشات بتاعه الزمالك يفرجهم عليها ويقول لهم البطوله اهي والكاس اهو، شوفوها، شوفوا الناس، شوفوا الجمهور عمل ايه، شوفوا الناس شالت ازاي الكاس، شوفوا الناس، وراهم، شوفهم يعني ايه بطوله، يعني ايه. فالكلام ده كلام مؤثر جدا جدا. فطول ما انت قاعد بقى اللعيبه لازم الناس تبقى قاعده معاهم بتكلمهم كتير عن جمهورهم، عن مسؤولياتهم، ان احنا لازم ناخد الامور بجديه عشان ما نقعش في نفس الظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت. كل الكلام دوت لما يبقى هيتحقق هتلاقي المباراه بقت سهله علينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حابب تقول ايه طيب الفتره دي للاعبين الزمالك المتواجدين دلوقتي؟ انت داخل على موسم هتبتدي خلاص يوم 14. والله هو مفيش حاجه تتقال لعيبه نادي الزمالك غير ان كنتوا بتلعبوا في نادي كبير جماهيره بالملايين في كل مكان.
جمهور نادي الزمالك متعلق بنادي الزمالك جدا جدا غير اي جمهور تاني. احنا واحنا ماشيين في الشارع بنتسائل، احنا واحنا ماشيين في بالعربيه بنتسائل، احنا واحنا الناس بتكلمنا في التليفون، الناس بتخش علينا على الفيسبوك بتكلمنا. فجمهور نادي الزمالك مختلف، يعني مش من نوعيه الجمهور اللي بيشجع وخلاص ان هو النهارده يعني ومش عارف يعني ايه ماتش وفيش ماتش، وهو عارف الماتش امتى وعارف التمرين امتى وعارف المباريات كلها وحتى الالعاب الجماعيه، عارف مواعيد المباريات ومواعيد التمرين وعارف اسامي اللعيبه وعارف اشكالها وعارف وعارف كل حاجه. فانا لسه مقابل بره المدرب بتاع الحارس حراس المرمى بتاع الهاندبول، الراجل بيقول لك انا بمشي في الشارع الناس بتكلمني، يعني هو مستغرب من الموضوع بالنسبه له حاجه غريبه يعني. فلازم لعيبه نادي الزمالك تبقى مقدره حجم ومسؤوليه الموضوع على كتافهم، ويبداوا الموسم ان شاء الله باذن الله بدايه قويه، يعوضونا عن السنه اللي فاتت، لان الوضع اكيد السنه اللي فاتت ده مش هو ده الوضع الصحيح لنادي الزمالك. لعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا جدا ان هي تاخد الامور بجديه وتقاتل، وان جمهور نادي الزمالك ميزته بقى انه لما بيحس انك انت عملت اللي عليك بيسقف لك، حتى لو ما كسبتش مش مشكله، بس المهم يحس في الملعب انك انت عملت اللي عليك. صحيح. بس فهو مش مطلوب منهم غير ان هم ياخدوا الامور بجديه، يجتهدوا، يعرقوا في فانيله نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك يستحق ان احنا نتعب ونشقى ونعمل لهم كل حاجه، لان احنا في النهايه كلنا انا وانت كابتن ابو رجيله وكابتن احمد حتى اللعيبه اللي موجوده دي بناخد قيمتنا من جمهور نادي الزمالك. انت ما بيبقى لكش قيمة لو ما لكش جمهور. ايه الفرق ما بين لعيب نادي الزمالك واي لعيب تاني؟ الفرق ما بين لعيب نادي الزمالك ولعيب اي لعيب تاني هو جمهور نادي الزمالك، هو اللي بيضيف ليك القيمة ليك. فطالما انت هتحس بان انت ليك القيمة دي وان الجمهور هو اللي بيديك القيمة دي، يبقى لازم تعرق ولازم تبذل كل مجهود جوه الملعب عشان ان شاء الله بإذن الله تحقق بطولات وتعوض السنين اللي فاتت ان شاء الله بإذن الله.